لكم إن شاء الله. ممتاز. إذا ألتقي وإياكم في المحاضرة المباشرة الثالثة لمقرر إدارة التغيير، آملا إن شاء الله الاستفادة من هذه المحاضرة التي كما جرت العادة نقدم من خلالها مجموعة من التوجيهات والنصائح، ونجيب على استفسارات الطالبات من لديها أي استفسار له علاقة بالمقرر، كما يمكن يعني تقديم بعض عينات من أسئلة سابقة كنماذج حتى تساعد الطالبة على التحضير الجيد للاختبار إن شاء الله. إذن تناولنا في المقرر السابق وفي المحاضرات السابقة مجموعة من الملاحظات، فتكلمنا عن استراتيجيات التغيير، وبعد ذلك يعني تكلمنا عن إدارة التغيير مثلا في المحاضرة التاسعة التي تتحدث عن مقاومة التغيير. تناولنا فيها ماذا يقصد بالمقاومة، وما هو السلوك المتوقع من الفرد اتجاه المقاومة، وما هي المظاهر السلوكية لمقاومة التغيير، درجات مقاومة التغيير في المنظمات، ردود الأفعال على التغيير، أسباب مقاومة التغيير والعوامل التي تزيد من مقاومة التغيير. طبعا كفكرة، مقاومة التغيير هي المحك، بمعنى نجاح القائد في إدارة التغيير هذا يتوقف على كيفية تعامله مع المقاومة، وكلما زادت المقاومة هذا يدل على أن هناك خلل ما في إدارة التغيير، إما أن الأهداف غير واضحة، وإما أن هناك استعجال، وإما أن هناك سوء اختيار لمن يقود التغيير، وإما أن الحاجة للتغيير غير واضحة للجميع، أو أيا كان. وبالتالي لابد أن نراقب درجة المقاومة، ولابد أن نتعرف عليها، ولابد أن نتعامل معها بطريقة إيجابية، بل لابد أن نشجع على المقاومة على الظهور بدل أن تكون مستترة. لماذا؟ ومعرفة لماذا الشخص يقاوم التغيير، ونحاول أن نستفيد من ملاحظاته. فقد يقاوم لأسباب عديدة، وقد تكون حقيقية، منها مثلا نقص المعلومات، عدم وضوح يعني مستقبل لهذا التغيير، كثير من الأشياء. وبالتالي قيادة التغيير هي تتوقف على كيف نتعامل مع المقاومة. نجاحنا في التعامل مع المقاومة يعتبر من صلب إدارة التغيير. هناك آثار إيجابية لمقاومة التغيير، هناك آثار سلبية لا شك في ذلك، لابد أن نعي هذا الأمر. أيضا هناك ما يتعلق بالسلوك المتوقع من الفرد، فالفرد إما أنه يقاوم سرا عندما يرى أن هذا التغيير يهدد استقراره، يقاوم علنا عندما يشعر أن هذا التغيير ضار جدا، ممكن يقبل بالتغيير عندما يكون غير واضح لديه، ويمكن أن يشارك فيه عندما يرى أنه مفيد ووسيلة لتحقيق أهدافه الخاصة. ظواهر سلوكية لمقاومة التغيير: الدفاع، السلوك العلني، الضمني، والاستسلام. هناك درجات لمقاومة التغيير: هناك الرفض، عدم المبالاة، الاستعداد للتفاهم والاختلاف الرأي بشكل سطحي. هناك ردود أفعال عديدة يعني موجودة، أسباب لمقاومة التغيير وغيرها. هناك ما له علاقة باستراتيجية التعامل مع مقاومة التغيير، وضمن هذا الإطار لدينا كما رأينا في المحاضرات يعني مجموعة من الاستراتيجيات التي يعني يمكن أن نعتمد عليها في تعاملنا مع مقاومة التغيير التي تظهر في المنظمة، قد كاستراتيجية التعليم والاتصال، واستراتيجية المشاركة والاندماج، استراتيجية التسهيل والدعم، التفاوض، الاستقطاب، وقد نلجأ أحيانا إلى استراتيجية الإجبار في حالة الأزمات. ولكن في جميع الأحوال هناك مقاومة هناك آثار إيجابية لمقاومة التغيير، منها أن المنظمة تكون ملزمة بتوضيح أهداف التغيير، وأن تكون شفافة، وألا تكون الأهداف غامضة. أيضا المقاومة تساهم في إظهار أن الاتصال سيء، وبالتالي لابد من تفعيل عملية الاتصال والتواصل بشكل جيد مع الأفراد في المنظمة، ونقل جميع المعلومات لديهم، لأن الإنسان كما يقولون عدو ما يجهل، الإنسان عدو ما يجهله، فكلما عرف الإنسان شيء ما أصبح أكثر أقل عداوة له وأكثر تقبل له. حالة الخوف والقلق اللي قد تسود بعض الموظفين أيضا لابد من
التعامل معها باعتبار أن لها أسباب لابد من تغييرها. تكتشف المقاومة غالبا نقاط الضعف الموجودة في إدارة التغيير. يعني الغاية من ننظر أن المقاومة هي أداة لتنبيهنا إلى أدوات أو النقص والضعف الموجودة في إدارة التغيير. هذا ما له علاقة بهاتين بالمقاومة التغيير. بعد ذلك أخواتي الطالبات تناولنا في محاضرة أخرى استراتيجيات المنظمة، كما قلنا في هذه رأيناها المحاضرة العاشرة. في المحاضرة 11 تعاملنا أو تناولنا برنامج التغيير. هنا إدارة التغيير في النهاية لابد أن تكون ضمن خطط وبرامج، فبرنامج التغيير مهم جدا ولابد أن يكون واضح، لابد من خطوات عملية لإدارة التغيير. من خلال هذه الخطوات تتمثل في تحديد الأساليب بداية ونهاية التغيير، وضع الخطط، من هم المساهمين الأكثر في إدارة التغيير. لابد أن نتأكد من مشاركة الجميع وتحفيز الجميع وتشجيع كل من يشارك في عملية التغيير والاستفادة منه. هناك عوامل تؤدي لنجاح البرنامج، عندما يكون المدير قدوة، عندما يبدأ التغيير بفرق العمل، عندما نتأكد من أن الجميع فاهم لإدارة لدوره في إحداث التغيير، وعندما يكون التجانس ضمن الفريق. أيضا هناك عوامل تؤدي إلى نجاح برنامج التغيير التنظيمي، اللي هو دعم الإدارة العليا ووجود الخبراء ووكلاء التغيير، المشاركة، التحفيز وغيرها، والاتصال وما شابه ذلك. هناك مناخ صحي للتغيير، الإدراك السليم للأحداث، نشر القيم السليمة إلى آخره. وهناك معوقات التغيير، قد تكون معوقات تنظيمية أو معوقات فنية واقتصادية وهكذا. إذن هذا ما له علاقة بالمحاضرة 11. في المحاضرة 12 بسرعة أمر على المحاضرات، تناولنا قيادة التغيير وقلنا بأنه لابد من وجود أدوات لتأثير التغيير تؤثر في الأفراد، القيادة الإدارية، الاتصالات، التحفيز، المشاركة، الإدارة بالأهداف غيرها. خصائص قيادة التغيير: القدرة على تحديد الأهداف، القدرة على اتخاذ القرارات الموضوعية، إحداث التغيير، مواجهة المواقف، القدرة على الحركة والابتكار، التنظيم، التنفيذ إلى آخره. وهناك مبادئ لابد أن تتبناها قيادة التغيير كالهدف الأخلاقي وفهم عملية التغيير وبناء العلاقات وإنشاء المعرفة وبناء التماسك إلى آخره. في المحاضرة 13 تناولنا الثقافة التنظيمية والتغيير، ورأينا علاقة الثقافة التنظيمية بالتغيير، آليات التغيير الثقافي في المنظمة، ومداخل التغيير في المنظمة باعتبار أنها مهمة جدا ولا بد الانتباه إليها. لماذا؟ لأن أصعب أنواع التغيير في المنظمة ألا وهو التغيير الثقافي. وأخيرا يعني تناولنا كما نسميه بعض الأدوات المؤثرة في ثقافة المنظمة. هذا تقريبا ما يمكن الإشارة إليه في هذه المحاضرة. فإذا كانت هناك أي أسئلة نحاول نجاوب عليها. أنا أحاول الحين أقرأ إذا في أي أسئلة. في سؤال يقول: دكتور، لو سمحت، ليست من أهداف التغيير، هل صحيح، زيادة درجة التعاون بين المنظمات وأيضا بين العملاء؟ من الأهداف زيادة التعاون بين الوظائف في المنظمة، هل منافسة درجة التعاون بين المنظمات؟ ما أدري، السؤال غير واضح. طبعا من أهداف التغيير هو زيادة التعامل بين الموظفين، ولا وليس بين المنظمات. يعني ما عندها علاقة زيادة درجة التعاون بين المنظمات، هذه ليست من أهداف التغيير. يعني قد مو بالضروره يعني قصدي، لكن انه والله زياده التعاون بين العاملين، بين الاداره والموظفين، نعم هذا من اهداف التغيير لا شك في ذلك. ايضا هل يا دكتور الاستراتيجيه التي تعتمد على التدريب والتعلم هي العقلانيه الميدانيه او التثقيف، والنوعي كيف نفرق بين هاتين الاستراتيجيتين؟ طبعا تفرقين بينهم بحسب طبيعه الاستراتيجيه. فالاستراتيجيه التثقيف والتوعيه تركز على يعني في أي محاضرة حتى أرجع لك، في هنا تتكلمين عن مقاومة التغيير، يبدو لي تتكلمين عن مقاومة التغيير. استراتيجية استراتيجية التثقيف والتوعية، هل خلل في نقص المعلومات؟ نعم أكيد في ذلك. أنا ما فهمت سؤالك، طبعا هم أكيد متشاركين، لكن يعني أنا ما أمامي الآن يعني الفرق الجوهري حتى أعطيه لك، لكن
كلها يعني سواء العقلانيه اللي تعتمد على الاقناع بدرجه كبيره، ولكن في نفس الوقت لابد من تقديم المعلومات. اما استراتيجيه التثقيف فهنا نستخدم يعني في استراتيجيه التدريب نستخدم ايضا نقل المعلومات وتعليم ونقل وتحسين المهارات. المادة تعتمد الحفظ أكثر أم الفهم؟ تعتمد الحفظ والفهم في نفس الوقت، نحفظ ثم نفهم. وأنا أقترح الفهم دائما يعني بشكل واضح، لابد الفهم يكون واضح، لأن المادة دسمة وقد تكون فيها بعض يعني التداخل. تتكلم طالب عن استراتيجيات التغيير في المحاضرة الثامنة، نعم. أتمنى يا دكتور سهل من الأسئلة، الأسئلة وضعت أخواتي الطالبات من مدة، أنا ما أدري الآن ما هي الأسئلة. هل نقسم القيادات كما نقول هدف التغيير؟ هل نقرأ الأسئلة العوام السابقة؟ نعم، بإمكانك تقرئين أسئلة العوام السابقة وتستفيدين منها، لا شك في ذلك. كيف نفرق بين عوامل نجاح التغيير وعوامل نجاح التغيير التنظيمي؟ عوامل نجاح التغيير هذا بشكل عام، لكن عندما نتكلم عن نجاح برنامج التغيير هنا نتكلم عن برنامج بحد ذاته، أي البرنامج الذي يوضع. مثلا لدينا الآن برنامج لإدارة التغيير لمدة 6 أشهر. هناك فرق بين نجاح البرنامج ونجاح عملية التغيير، وبالتالي كل واحد لديها عوامل. قد تكون العوامل لو تلاحظين أختي الطالبة، العوامل نجاح التغيير بشكل كامل، نجاح التغيير تكون كيف نعبر عنها، يعني أكثر عمومية، في حين أن عوامل البرنامج تركز على الجانب الخاص في البرنامج. يعني أمامي الآن عوامل نجاح البرنامج، مثلا دعم وتأييد القادة، توفر المناخ، طبعا هذا للبرنامج، وجود الخبراء. لاحظي أن الآن لما نتكلم عن الخبراء احنا نتكلم عن فترة زمنية معينة، إشراك الأفراد في والمجموعات، الشرح لدوافع التغيير، توضيح الفوائد المادية يعني المعنوية. يعني لما نقبل على تغيير معين، تغيير هيكلي أو تنظيمي أو استراتيجي أو أيا كان، لابد أن نوضح هذا الأمر، وأيضا توضيح كما قلنا الفوائد المادية والمعنوية إلى آخره. تقريبا هذه، أنا أحاول الحين أستغل الوقت أطرح عليكم بعض الأسئلة ولكن بشكل سريع أخواتي الطالبات، وأتمنى يعني انكم تكونوا مستعدة. طبعا انا شفت مجموعة اسئلة طبعا نهائية، لان هذه اخر اسئلة نعطيها لكم، وبالتالي يعني هي متنوعة يعني من محاضرات، فأملي ان شاء الله ان تستطيعون الاستفادة منها. نبدأ الان في طرح الاسئلة. هذا السؤال الأول. السؤال الأول، إذا الآن ننتبه، عندما تكون الفوائد المحققة من التغيير أقل من التكاليف، عندما تكون الفوائد المحققة من التغيير أقل من التكاليف المدفوعة، تكون مقاومة التغيير هل سلبية، إيجابية، جزئية أم معنوية؟ الجواب باء، سلبية. واحد، سلبية. إيجابية. جيم، جزئية. سلبية، إيجابية. سلبية، سلبية. سلبية، إيجابية. الجواب الصحيح عندما تكون الفوائد المحققة من التغيير أقل، هنا تكون مقاومة التغيير إيجابية، أي فعلا أن وجود المقاومة هنا شيء إيجابي، لأنها نبهتنا على لماذا المقاومة موجودة، وبالتالي السبب يتعلق ب أنها الفوائد أقل، وبالتالي هنا مقاومة التغيير ننظر إليها نظرة إيجابية، لأنها نبهتنا إلى أن المكاسب أقل. إذا هذا الجواب، ألا وهو الجواب باء، إيجابية. ناخذ سؤال آخر بسرعة. سؤال آخر بسرعة، تابعي معي أختي الطالبة. استراتيجية التغيير التي تفترض عدم اقتناع الأفراد والوحدات بضرورة التغيير، هل هي استراتيجية العقلانية الميدانية أم استراتيجية التثقيف والتوعية أم المشاركة أم الإجبار؟
طبعا هذه تقريبا عندها علاقة بأحد أسئلة الطالبات. طبعا الطالبات يجاوبوا جواب جيم. عدم الاقتناع نواجهه بالتوعية، عدم الاقتناع نواجهه بالتوعية وليس بالمشاركة. إنسان ما ليس مقتنع، كيف واحد مو مقتنع تشاركيه؟ تشاركي من الإنسان المقتنع. إذا الإجابة الصحيحة هي استراتيجية التثقيف والتوعية. سجلوا درجاتكم، كل طالبة تسجل درجاتها، هل أخذت درجة أم أخذت صفر؟ بسرعة، من أسئلة بشكل سريع جدا. طبعا ضعف ولاء الشخص المقاوم للمنظمة مرتبط بالسلوك الدفاعي العلني المستتر المباشر أم العنيف؟ ضعف الولاء، إنسان ضعيف ولاؤه، هل نعتبره هنا مقاومته علنية أم مستترة أم مباشرة أم عنيفة؟ إيش رأيكم؟ ضعف الولاء، ضعف الولاء، شخص مقاوم ضعيف الولاء، هل سلوكه الدفاعي يكون علني أم مستتر أم مباشر أم عنيف؟ طبعا لن يكون مباشر وعنيف، هذه واضحة، فهي إما علني أو مستتر، واضح ما دام ضعف الولاء هذه غالبا تكون مستترة وليست علنية، وبالتالي الجواب الصحيح هو الجواب ب. السؤال اللي بعده، من أسباب مقاومة التغيير وضوح أهداف التغيير وجود شعور بالحاجة للتغيير، الخوف من نتائج التغيير أم توفر ثقة في القائمين على التغيير؟ ألف جيم. ممتاز ممتاز، هذا السؤال كل الطالبات جاوبوا عليه. من أسباب مقاومة التغيير الخوف من نتائج التغيير، الخوف من نتائج التغيير، الجواب جيم. ممتاز. سؤال آخر بسرعة. طبعا الآن ما عندك وقت تقرأين وتشوفين الملزمة والشرائح وكذا أبدا. واحدة من الآتي لا تدخل ضمن الخطوات العملية لبرنامج التغيير الفعال، ما كنت أشرح. تحديد طرق وأساليب التنفيذ، تحديد زمن بداية ونهاية التغيير، التأكد من مشاركة غالبية العاملين أم التأكد من مشاركة بعض العاملين؟ جيم دال جيم دال جيم دال جيم دال. هذا ما كنت أشرحه الآن. البرنامج عندما نصل أخواتي الطالبات إلى مرحلة البرنامج، خلاص نريد نبدأ بشكل رسمي، لازم نتأكد أنه كل العاملين يعني مشاركين، وبالتالي الجواب الصحيح هو بعض العاملين، وهذه لا ما عندها علاقة. إذا من خطوات العملية البرنامج التغيير تحديد الطرق، تحديد الزمن والبداية، والتأكد من مشاركة الغالبية وليس البعض. طبعا هذا يعود على الفهم الآن، لاحظي إذا كنت فاهم السؤال طبعا تجاوبين يعني. سؤال جديد وبسرعة. لكي يفهم القائد عملية التغيير ينبغي عليه تشجيع العملاء على طرح الأفكار والمشاركة، أن ينظر إلى مقاومة التغيير كقوة سلبية، الإدراك أن عملية التغيير تعتمد تغيير ثقافة المنظمة، أم أن الإدراك أن عملية التغيير سهلة؟ إيش رأيكم؟ يحتاج شوي إلى تفكير يعني، مو بسهولة يعني. لكي يفهم القائد عملية التغيير، هو حتى يفهم القائد التغيير، حتى يفهم عملية التغيير، إيش مطلوب منه؟ يشجع العملاء على طرح الأفكار والمشاركة في تنفيذها، أن ينظر إلى المقاومة كقوة سلبية، أم يدرك أن التغيير يعتمد على تغيير ثقافة المنظمة، أم أن يدرك أن التغيير شيء سهل؟ ايش رايكم؟ فين اجوبتكم؟ فين الاجابات؟ يعني ما اشوف اجابات.
الجواب جيم جيم ألف باء جيم 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 جيم. ممتاز الجواب. طبعا تشجيع العملاء هم ما عنده علاقة بالعملاء والزبائن، هذا على طول نلغيه. أن ينظر إلى المقاومة كقوة سلبية هذه مشكلة، لازم ننظر إليها أحيانا كقوة إيجابية، لابد أن نعترف أنها تساعدنا في التغيير المقاومة، وكل ما ظهرت المقاومة معناها هذا لازم نبذل جهد أكثر في التفهيم وغيرها. لذلك أن التغيير سهل، لا بل إدراك أن عملية التغيير تعتمد على تغيير ثقافة المنظمة. نعم، إذا الجواب الصحيح هو الجواب جيم. آخر سؤال أخواتي الطالبات، آخر سؤال، طبعا جبت عدد قليل من الأسئلة حتى يعني أحفزكم أكثر، وهذه آخر مجموعة أسئلة. طبعا مساهمة الأفراد في اتخاذ قرار التغيير يدخل بدرجة كبيرة ضمن مساهمة الأفراد في اتخاذ قرار التغيير يدخل بدرجة كبيرة ضمن التحفيز لاتصالات الأهداف، إدارة بالأهداف أم المشاركة؟ جيم جيم أن يدرك جيم، ما أدري. ألف التحفيز، دال دال ألف جيم دال ألف دال. مساهمتهم في اتخاذ القرار هذا يدخل بدرجة كبيرة ضمن المشاركة، ضمن الجواب دال. الآن تقريبا يبدو لي طرح 9 أسئلة من 10. كل طالبة تكتب لي درجة الحين، درجات من 9، 8، 7، 3، 10. طرحت أنا 9 أسئلة يبدو لي، مو 10 أسئلة، طرحت عفوا 7 أسئلة، 8، 9، أنا طرحت 7 أسئلة ما طرحت 10. 7، 7، طرح 8، ممتاز ما نختلف. 7 من 7، 7، 7، 7، 4، 0، 0، 6، 5، 4، 6، 5، 6، 3، 4 من 7، 6. ممتاز ممتاز ممتاز. يبدو لي بشكل عام أقول أنه نسبة جاهزية الطالبات بنسبة 70%. أنا تقديري من خلال الدرجات نسبة الجاهزية 70%. الطالبات اللي حصلوا على درجات ممتازة معناه يستبشرون، فرصتهم عالية جدا، تحضيرهم جيد. الطالبات اللي حصلوا على درجات متوسطة ما زال ينقصهم جهد. أما الطالبات اللي درجاتهم ضعيفة فيبدو لي محتاجين إلى جهد جبار جدا لكي يلتحقن بزميلاتهم. هذا تقييم بسيط أخواتي الطالبات. إن شاء الله إن شاء الله المحاضرة الأخيرة ستكون للأسئلة، إذا كانت موجودة محاضرة مباشرة كبقية الفصول الفترات السابقة، إذا كانت في محاضرة مباشرة نحاول إذا فيه أسئلة نطرح أسئلة، ما أدري ربما قد نأتي بأسئلة إذا كانت فيه فرصة أسئلة، لكن إذا جبت أسئلة ستكون أسئلة صعبة، يعني أطرح عليكم أسئلة صعبة، ربما نشوف ما مدى استعدادكم. يعني قد أطرح 4 أو 5 أسئلة، اختار أسئلة صعبة جدا وأطرحها عليكم، نشوف يعني ما مدى يعني استعدادكم. مثلا أحاول، ما أقول صعبة لكن أطرح أسئلة، يعني بس إذا جبت أسئلة، إذا ما جبت أسئلة تكون أسئلة لها علاقة بأي طالبة عندها أي سؤال تريد تسأل عليه، طبعا نحاول نجاوب عليه في هذا. إذا أخواتي الطالبات بهذا نكون قد تقول طالب الدكتور جيمس طويل جدا تقريبا 33 فقرة، ايش نسوي يعني؟ لازم تعرفيها وتحفظيها وتفهميها، ايش نسوي يعني؟ لازم تعرفيها يعني، يجيك منها اسئلة اكيد يعني. جيمس اوتول هذا لازم يعني زميلنا في الاختبارات يعني. المشاركة في الجواب للسؤال، الفهم اربطها يعني. انا يبدو لي الان من خلال ما طرحناه في المحاضرة الماضية والمحاضرة الثانية، قد تبدو الاسئلة في البداية انها فيها تداخل، قد يكون يبدو انه احيانا ممكن البعض تبان صعبه، لكن انا يبدو لي الفهم مهم جدا يعني. احنا عندما نضع اسئله نراعي يعني نخاطب قدرات الطالب والطالبه، يعني يقرا السؤال، اذا قرا السؤال بفهمه انا متاكد يستطيع يفك، يعني حتى لو تظهر التداخل احيانا او ممكن اجابتين صحيحتين لا ربما، لكن
يعني أنا من خلال تجربتي أنه الحفظ لحاله لا يفيد، يعني من يعتقد أنه سيحفظ حرفيا فقط دون فهم لا أضمن له أنه يجيب، ممكن يجيب نصف الدرجات المقرر أو 60% من المقرر، أو ممكن أحيانا حتى 70 80% من المقرر، لكن 100 بالمقرر 100% مستحيل، مستحيل على طالبة فقط تحفظ لا تفهم شيء أنها تأتي بدرجة كاملة في المقرر. فأنا أقول اقرأوا وافهموا، والفهم مهم جدا، وبعدين حتى بعد الاختبارات ما يبقى إلا الفهم، ترى الحفظ كله يزول، لكن الفهم يعني الفكر الأفكار التي تبقى في الذهن هذه هي اللي يستطيع الإنسان يرجع إليها. يعني الآن أنا لو أسألك عن شيء قبل 5 سنوات أنت تستعيدين الحين الفكرة، ما تستعيدين الحفظ للجملة، وهكذا، هذا ما نقصد. إذا خواتي الطالبات، مسرور جدا بهذه المحاضرة، ألتقي وإياكم إن شاء الله في محاضرة قادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.